ثلاثة جرح، والثاني المحوط إياهم بثلاثة. السرية الأولى. يا سيدي. ما
يعني هاي الورقه بها الاحداثيه يعني بيها ولابسين يعني انتحاريين طلعوا جماعه سووا التفات عليهم منا وهل حاصرينهم منا هاي كيف هاي سووا التفات عليهم جماعه طبيلهم منك هاي منك اختاروا جيد شباك محمد جواك الله على التعب هذا شو المعنويات اليوم متفقين ان شاء الله متفقين بارك الله فيكم هذا الجامع هو جامع الودود الذي يسميه تنظيم داعش الأرهابي جامع الحامدين
الأزقة الضيقة يتقدم أبناء جهاز مكافحة الإرهاب. شيخ الفريق الأزقة ضيقة جدا ومع ذلك شبابنا يتقدمون وأنتم متواجدين دائما معهم في خطوط الأمامية. سيدي اعطيني 5 دقائق دا اعطيك بنطر ركن ان شاء الله. قول يا الله بس دا دي اتحرك الرتيل مدى يوقف. يا الله يا الله لازمي على هاي اللي خليه مسائل وين راح يمسك وين راح يمسك بس ما راح الله.
والله ما كان كله حتركوا بس الجيش والله طلعونا وطلعنا. الجيش ساعدكم والله؟ قبل اي والله فرقه 16 والله. يعني طريق كان اكو؟ لا لا ما اكو شيء ما كان من جو قبل طلعونا. كان اكو رمي بس شيء قليل يعني. يعني رمي قليل. فجأة شفنا الجيش طلعنا. هوانات بلحظة ايما نموت ميت انا الا شوي جو الانقاذ شنت ميت الا شوي جو الجيش شلون زي حيل زين الله يبارك فيه جو خلصونا سلام على تحيات يلا سلام رحمه يلا بسرعه بالشارع السلام والرحمة. السلام عليكم. السلام عليكم. Thank you.
يلا قوم 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 عزت قوم يا ولد يا ولد قوم عزت يلا يلا قوم هذا الله يعطيكم الصبر الله يعطيكم الصبر يلا كم يوم؟ شوف يعني بيد الله العافية. أعطيني يوم حجي أخذ الدكور en fait c'est comme si une task force c'est
on dort bien et on est protégé par les blocs de béton.